طيب خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لمنة تعرفنا على أسعار العملات والذهب. اتفضل يا منة. شكرا لك يا هدير. مشاهدينا خلينا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و11 قرش للشراء، 19 جنيه 19 قرش للبيع. اليورو بيسجل 18 جنيه 98 قرش للشراء، 19 جنيه و6 قروش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه و50 قرش للشراء، 22 جنيه و60 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 77 قرش للشراء، 19 جنيه 85 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 79 قرش للشراء، 2 جنيه و80 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و9 قروش للشراء، 5 جنيه و11 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و7 قروش للشراء، 62 جنيه و41 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و20 قرش للشراء، 5 جنيه و22 قرش للبيع. أما بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فجرام عيار 18 بيسجل 921 جنيه، عيار 21 الجرام بيسجل 1075 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1228 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8600 جنيه. نرجع على طول لشاذلي وهدير ونبتدي معاهم جولة المحافظات. اتفضل. شكرا منك.